مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة عبر قناة الجزيرة مباشر، ونحن الآن نتواجد في مسجد الشافعي بمدينة غزة، وهذا المشهد المهيب الذي ترونه أمامي وخلفي ومن كل مكان في هذا المسجد. هؤلاء ما يقرب من ألف وأكثر من 1400 حافظ وحافظة لكتاب الله الآن يسردون القرآن على جلسة واحدة منذ ساعات الفجر، وسيستمر هذا الوقت حتى ساعات المساء، تحديدا الساعة 6. طبعا هذا المشهد المهيب هو بعنوان صفوة الحفاظ 2، وهو يمكن القول أنه لأول مرة يكون هذا العدد من الحفاظ في قطاع غزة. مبدئيا سأتحدث مع وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الهادي الأغا. دكتور، بداية يعني هذا عيد للحفاظ ولقطاع غزة أن يكون هذا العدد أكثر من 1400 حافظ وحافظة لكتاب الله ما بين صغار وكبار يسردون الآن القرآن على جلسة واحدة، يعني ما دلالات هذا المشهد للعالم أجمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وبعد. صفوة الحفاظ هذا الذي نراه هو برنامج قرآني وطني جامع، هذا البرنامج الوطني الجامع الذي يجمع وزارة الأوقاف مع كل المؤسسات القرآنية العاملة في قطاع غزة، إذ إن هؤلاء قد تخرجوا من كل المراكز القرآنية الموجودة في قطاع غزة، من دار القرآن الكريم والسنة، من وزارة الأوقاف، من جمعية الكتاب والسنة، من جمعية إقرأ، من جمعية الصحابة، من جمعية الإتقان. وبالتالي هذه مرحلة تحولية لننتقل بالعمل القرآني من الحالة الفردية لكل مؤسسة على حدة إلى الحالة الجماعية التي تظللها وزارة الأوقاف وفق خطة واحدة وموحدة وبرنامج يبدأ من تحفيظ الشباب وعامة الناس من جزء عام وصولا إلى سورة البقرة في الختمة الأولى، ثم بعد ذلك يتتابع إلى أن يسرد القرآن على جلسة واحدة. الذي نراه اليوم هو 1471 حافظ وحافظة يقابلهم أيضا 1471 حافظ وحافظ يسمعون، أحدهما يسمع والثاني يستمع ويدقق ويضبط الحفظ ويسجل الملاحظات والأخطاء. بمعنى للتوضيح، يعني من يسمع هو أيضا حافظ كتاب بالله ولكن غير مشارك بهذا المشروع، فقط هو يعني من باب أنه يختبر. معظم المسمعين أو المستمعين للمسمعين هم من حفاظ كتاب الله، قد سردوا في الصفوة السابقة واليوم يشاركون في هذا، ولكن هذا العدد أيضا هو تقريبا شطر العدد، فكان العدد الذي سابق هو 3000، العدد الذي شارك هو 3200 حافظ وحافظة، تم اختبارهم عبر مقابلات واختبارات في كافة محافظات قطاع غزة، اجتاز هذه الاختبارات بنسبة 85% 1471 الذين دخلوا هذه الصفوة. التي كان مسجل دكتور، كم العدد الذي سجل؟ سمعت أن العدد تجاوز هذا العدد قرابة 4000 أو أكثر. العدد الذي سجل 3200 حافظ وحافظة تم اختبارهم، لكن الذي كان من نصيبه أن يدخل الصفوة هو فقط 1471 حافظ وحافظة. الأهم هذا في المسار القرآني، لكن هذا له أثر في الصراع مع هذا العدو. نحن نؤمن إيمانا يقينا أننا لن نستعيد أرضنا ولن نطهر مصر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا من خلال هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، إذ إن الله تعالى قال معقبا عن على الحديث عن فساد بني إسرائيل في سورة الإسراء، أي في سورة السورة التي تحدث عن الصراع، تحدث بعدها فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الطريق الأقوم والأقصر الموصلة للبيت المقدس ولساحاته هو الكتاب. ومن هنا جمع الله لغزتنا اليوم الإمامة في الكتاب، إذ إن هذا المشروع هو المشروع الإمام المتفرد في عالمنا الإسلامي، وجمع مع إمامة الكتاب إمامة الحرام، فكانت غزة وكانت فلسطين بكل مكوناتها في الضفة وغزة وفي الداخل وفي القدس
كلها وحدة واحدة التقت على الكتاب والتقت على الحراب. فإذا جمعنا في صدور أبنائنا وأجيالنا الكتاب وفي أيديه تلك الحراب، عندها سيندحر هذا العدو قريبا إن شاء الله عن أرضنا. ونحن نسجل اليوم أمام العالم ونعد العالم في يوم ما أن يخرج واحد من هؤلاء الساردين الحافظين المتقنين من بين جموع الفاتحين ليؤم هناك في محراب النصر، في محراب المسجد الأقصى، صلاة النصر والظفر، ليقول لجموع الفاتحين: استقيموا ينصركم الله، استقيموا يرحمكم الله، نصلي صلاة الظفر والنصر شكرا لله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا الدكتور عبد الهادي الأغا، وهو وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ونحن في هذا العيد وخضم هذا العيد نتحدث الآن مع الدكتور عبد الرحمن الجمل النائب في المجلس التشريعي، وأيضا هو من أهل الله وخاصة في القرآن الكريم ومن حفظة كتاب الله عز وجل. دكتور، يعني أمام هذا العيد وهذا المشهد في قطاع غزة، يمكن الحديث أن هذا المشهد يعني عالميا يعتبر الأول مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن هذا اليوم هو يوم من أيام الله اختصت به غزة بفضل الله سبحانه وتعالى، صفة الحفاظ في نسخته الأولى وفي نسخته الثانية. فلما لاقت النسخة الأولى نجاحا ورأينا أثرها الواضح في التحفيز على حفظ كتاب الله عز وجل وتعاهده، كانت هذه النسخة الثانية. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا في الأولى، وكرمه كان في الثانية أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أظن أن هذا العدد 1471 يجتمعون في مكان واحد، الرجال في مكان والنساء في مكان آخر، ليسردوا كتاب الله عز وجل على جلسة واحدة. ما سمعنا أنه وجد في أي مكان، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. أحسب أن الله عز وجل يكافئ غزة على صبرها وعلى مصابرتها، على جهادها وعلى تضحياتها، بأن أوجد في قلوب أهلها حب القرآن والإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم من أيام الله، يوم تتنزل فيه الرحمات والبركات والخيرات. هذا اليوم الذي نستشعر فيه معية الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. لذلك نستشعر هذه المعاني جميعها بفضل الله سبحانه وتعالى. دكتور، يعني أمام هذا العدد من النساء والرجال وأيضا الأطفال وكبار السن، يعني هناك بعض النماذج من كبار السن، يعني ألا يبشر بشيء لغزة أن يكون هذا العدد من، كما تحدث وكيل وزارة قال أن أكثر من 3000 سجلوا لكن من قبلوا لهذا المشروع 1471. هذا الإقبال على كتاب الله في قطاع غزة رغم حالة الضيق وإلى آخره، بماذا يفسر؟ لا شك أنها بشارة، هي بشارة لنا في غزة بأن نسير بإذن الله عز وجل نحو وعد الله سبحانه لنا بتحرير بلادنا وتطهير مسجدنا الأقصى المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الإقبال الكبير، هذا العدد الذي يجلس اليوم ليسمع القرآن على جلسة واحدة غيبا، وراءه أعداد كبيرة، عشرات الآلاف من الحفاظ، لكن هذا العدد هو الذي تعاهد القرآن وثبت القرآن، سجل أكثر من 3000، لكن الذين قبلوا بعد إجراء امتحان لهم هو هذا العدد 1471. شرائح المجتمع كافة، الصغير والكبير، منهم من تجاوز عمره 70، ومنهم من لم يتجاوز عمره 8 سنوات. هناك الطبيب والمهندس والمعلم ذوو الاحتياجات الخاصة موجودون، رجل الشرطة بفضل الله عز وجل. هذا إقبال كبير على كتاب الله، وهي بشارة لنا بإذن الله عز وجل على هذه الأرض الطيبة. قبل أن ننتقل لإجراء المقابلات مع حفظة كتاب الله، ماذا تتوقع؟ هل العام القادم صفة الحفاظ 3، هذه التجربة ستنتقل إلى العالم؟ سيكون هناك يعني في دول أخرى سنسمع عن أعداد كهذه الأعداد تسمع على جلسة واحدة وتسرد كتاب الله سبحانه وتعالى، بالإضافة لأن هل تتوقعون أعداد كبيرة في العام القادم في قطاع غزة؟
هذا المشروع هو مشروع سنوي، لذلك هذا الأثر الكبير الذي يتركه هذا المشروع في نفوس الناس تجعلهم مقبلين على كتاب الله عز وجل. توقعاتنا بأن هذا المشروع سيترك أثره في العالم كله، بل شعرنا الأثر بأنه في بعض البلاد بدأ سرد القرآن على جلسة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نتوقع كما أنه في صفة الحفاظ واحد كان 581 وهذا 1471، أن صفة الحفاظ في نسخته الثالثة سيكون العدد أكبر بإذن الله عز وجل، لأن هناك إقبال كبير على حفظ الله، وهذه المؤسسات العاملة في تحفيظ كتاب الله عز وجل تحفظ القرآن الكريم وتخرج في كل يوم أعدادا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن الجمل، يعني لو تحدثنا كثيرا سيطول اللقاء، ولكن نذكر ونؤكد للمشاهد أن غزة أيضا تدرس طلاب من خارج قطاع غزة، أود في عجالة أن توضح هذا الأمر فيما يتعلق بأكاديمية القرآن. عندنا أكاديمية دار القرآن الكريم والسنة الإلكترونية العالمية، هذه الأكاديمية التي نعلم برامج القرآن للمسلمين في العالم، وصلنا إلى أكثر من 130 دولة نعلم فيها كتاب الله، خرجنا في العام الماضي أكثر من 30,000 خريج وخريجة من هذه الأكاديمية المباركة. هذه التجربة ننقلها للعالمين بإذن الله عز وجل ليفيد الناس من هذه التجربة الرائدة والمميزة في غزة. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن الجمل، وأيضا ننتقل مشاهدينا الكرام في هذه الجولة المباركة، والتي يعني كما قال الشيخ عبد الرحمن تتنزل فيها الرحمات، نتحدث مع عدد من المشاركين في سرد كتاب الله سبحانه وتعالى على جلسة واحدة. هذه النماذج الجميلة والمشرقة في هذا المكان، والتي جاء كل المسؤولين ونواب المجلس التشريعي وغيرهم للمباركة لهؤلاء على هذا المجهود. ينضم أيضا إلي الأستاذ مشير المصري. أستاذ مشير كيف حالك بداية؟ يعني هذا مشهد رائع صراحة، يعني شعورك قبل أن نتحدث بشكل عام، شعورك أثناء مشاهدة هذا المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقا أنه أي يوم من أيام الله عز وجل، يوم تسجل فيه غزة اليوم رافعة قرآنية بعد أن سجلت رافعة جهادية في مقارعة العدو، يوم تسجل فيه غزة رهانها على هذا الجيل الذي لطالما ردده شيخ الإمام أحمد ياسين، الذي كان دوما يردد الصراع بيننا وبينهم على هذا الجيل. هذا الجيل اليوم يأبى إلا أن يكون جيلا قرآنيا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وأن يسجل هذه الصفحة المشرقة في تاريخ غزة وفي تاريخ فلسطين بفضل الله عز وجل. نحن على ثقة بأن هذا الجيل الذي يصنع اليوم رغم كل محاولات إغراء هذا الجيل وحرفه عن مساره وتدجين ذهنه ومحاولة الحرفه عن مساره الديني والوطني، إلا أنه يأبى إلا أن يكون متربع بفضل ربنا سبحانه وتعالى على عرش متقدم، وهو ينافس في أسمى ما يمكن أن يتمناه المسلم، ليس التنافس فقط في حفظ كتاب الله عز وجل، بل التنافس في السرد القرآني على جلسة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الرهان على هذا الجيل بأننا مطمئنون على مستقبل شعبنا وقضيتنا، طالما أن هذا الجيل يأبى إلا أن يكون جيلا قرآنيا، لأننا بالقرآن سنصل إلى تحرير أرضنا ومقدساتنا وأوطاننا من دنس المغتصبين، وهذا ما وعد به ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن إفسادي بني إسرائيل في سورة الإسراء، ختمها ربنا بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبالتالي نحن مطمئنون أن جيل القرآن هو جيل التحرير للمسجد الأقصى بإذن ربنا سبحانه وتعالى، وأن شعبنا الفلسطيني وقيادته الشريفة والطاهرة والمجاهدة قد كسبت هذا الجيل لصالح مشروع التحرير ولصالح مستقبل شعبنا وقضيتنا وأمتنا بإذن ربنا عز وجل. أستاذ مشير، في صفوة الحفاظ الماضي الاحتلال عبر إعلامه تحدث عن هذا الأمر وقال أن غزة بها عدد كبير من حفاظ كتاب الله، لماذا برأيك اهتم الاحتلال الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي بهذا المشروع؟ الحديث عن هذا المشروع، لأن العدو الصهيوني دوما ينطلق في صراعه مع شعب الفلسطيني من منطلقات دينية، ولطالما كرر قادة العدو وحاخامات العدو بأن الصراع مع الشعب الفلسطيني هو صراع ديني وصراع عقدي، وبالتالي إذا أرادها العدو الصهيوني اليوم صراعا دينيا وعقديا
فإن هذا الجيل هو الأصح، هو صحيح العقيدة، وأن هذا الجيل هو صحيح الإيمان، وهو به سنصل إلى مقارعة هذا العدو الصهيوني وضحض باطله وزيفه العقدي والديني المدعى، فضلا عن زيفه التاريخي في أرضنا، في أرضنا فلسطين. وبالتالي العدو اليوم يدرك تماما الذي لطالما أراد أن يحرف هذا الجيل عن مساره، ولطالما أراد لهذا الجيل أن يكفر بدينه وأن يكفر بعقيدته وأن يكفر بوطنه وأن يكفر بمقاومته من خلال هذا الحصار ومن خلال تقديم هذه المغريات ومن خلال محاولات تدجين عقله وذهني عن هذا المسار. اليوم هذا الجيل يكسب المعركة في مقارعة العدو، وهذا ما يخشاه العدو، لأن كل الإعلام الصهيوني اليوم يركز على ذلك كما ركز عليه في العام المنصرم. لكن نحن على ثقة بأنه إذا كان هناك 1000 سارد في العام الماضي، اليوم 1500 من أصل 3500 سارد للقرآن الكريم في بقعة جغرافية صغيرة، لتشكل اليوم غزة رافعة قرآنية لأمتها كما أنها رافعة جهادية، ولتبقى بصمة مضاءة أمام هذا الظلام الذي أراده العدو الصهيوني وأرادته أمريكا وأرادته كل قوى الشر والاستكبار في هذا العالم. تأبى غزة إلا أن تبقى شعلة مضاءة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الجيل الأبيض، هذا الجيل القرآني، هذا المشهد الذي نعتز به ونعده يوم من أيام الله عز وجل، هو بإذن ربنا سبحانه وتعالى مقدمة لتحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المغتصبين والغلبة على هذا العدو الصهيوني، ثم مقدمة لمرضاة ربنا سبحانه وتعالى عن أهل غزة الذين احتضنوا هذا الجيل وصنعوا هذه الشخصية القرآنية بعد أن صنعوا الشخصية الجهادية المقاتلة لهذا العدو، لتبقى بإذن ربنا سبحانه وتعالى الطائفة المنصورة التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يربو عن 35 رواية حديثية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، تتربع هنا في بلاد الشام وعلى أرض فلسطين وعلى ساحل من سواحل الشام وعلى مقربة من عسقلان، التي قال في حقها نبينا صلى الله عليه وسلم: وخير جهادكم الرباط وخير رباطكم عسقلان. شكرًا جزيلًا نائب مشير المصري. إذن مشاهدينا، هذا مشهد عام وضعناكم فيه في مسجد الشافعي. سأحاول الحديث مع الحفاظ الذين يسردون القرآن على جلسة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لوين وصلتوا اليوم؟ سورة الإسراء. سورة الإسراء، طبعًا من الفجر بدأت. صحيح. كيف حالك؟ الحمد لله. احكي لنا لوين وصلت؟ سورة الإسراء. طيب أنا مش حاب أقطعكو ولا أخركو، كمل وحن. أما يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وبصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سيرا، ذلك يجزى من كفر بآياتنا. وقالوا إذا كنا عذابا رفاتا إنا للمبعوثون خلقا جديدا. قل هو أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثل ما جعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق. شكرا جزيلا. نستكمل أيضا الجولة مشاهدين الكرام مع عدد من الساردين لكتاب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. العافية. العافيك رب. بدناش نأخركم، لكن سؤال، وين وصلتوا لحتى الآن؟ والله الحمد لله اليوم في الجزء السادس وصلنا. إن شاء الله، يعطيكم ألف عافية. السادس عشر. طيب تمام، عارفون عن نفسك. أخوك في الله محمد يوسف صقر. أخوك في الله حسن مرزوق صمور. طيب احنا مش حنسألكو، كملوا الجلسة عادي واحنا حناخدها على. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافة يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت ما والمي وراء وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. طبعا مشاهدينا، يعني لو جلسنا في أكثر من مكان سيكون بهذا الشكل السرد بشكل سريع للحافظين لكتاب الله. سأحاول يعني أن أبحث خلال جولتي، يعني رصدنا لكم هنا شبل وهنا شاب، سأتنقل في زوايا هذا المكان
ونبحث عن كبار السن كما تحدثنا. هناك كبار السن، كبار في السن يعني يسمعون القرآن على جلسة واحدة، وأيضا هناك قسم آخر كما تحدثنا 1471 حافظ وحافظة لكتاب الله. في هذا المكان أيضا كبار السن، يعني في خضم هذه الآلاف أو يعني الأعداد المئات الموجودة في هذا المكان، البحث ليس سهل. المسجد كبير والكل مرتدي نفس الثياب الذي يكسوه البياض، ونأمل أن يكون هذا مشهد بشرى لقطاع غزة بالفرج القريب من الحصار المفروض عليها. حاج السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف عافية. الله يسلمك. الله يبارك. يا ريت بس تلف الكرسي خلي الكاميرا تجيبكم. عرفنا عن نفسك حاج. الطالب أو الشيخ وائل عطا حسين رضوان أبو معاذ إمام مسجد في الشمال. ما شاء الله. طيب شيخنا الكريم، وين وصلتوا من ساعات الفجر حتى الآن؟ تقريبا الجزء الثاني عشر. احكينا عن الطريقة اللي الآن بسردوا فيها الناس عشان الناس يعرفوا كيف السنة. والله هذا يوم عظيم من أيام الله عز وجل، ومن أفضل الأعمال التدبر بالقرآن الكريم، فيه سعادة في الدنيا والآخرة. طريقة السرد طريقة سهلة جدا جدا لمن يسره الله عليه. يعني إنسان سبحان الله العظيم يقرأ قرآن ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى بشكل مبسط بشكل يسير. فقراءة القرآن من أجمل العبادات التي يتعبد بها المرء إلى ربه عز وجل. فالسرد يعني متوسط، يعني له سريع وله بطيء. يعني متوقع حسب الساعة اللي حددوها في نهاية هذا اليوم إن شاء الله الكل يكون تقريبا يعني احنا نقرأ قراءة مسترسلة، يعني تقريبا جزء بحيطة تقريبا في الساعة. خلينا نشوف كيف بتم السرد. احنا أخذنا صغار وشباب، وما شاء الله عليكم شباب يعني، ولكن لازم ناخد مع كبار السن. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما شاء الله عنك الشيخ. طب بدي أسأل اللي بسمع، شو رأيك من الصبح كيف وضعه؟ لا بسم الله ما شاء الله عليه، يعني شيء يثلج الصدور، والحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في هذا اليوم العظيم أن نكون ممن مستمعين لمشايخنا وهم يسردون القرآن الكريم كاملا في بضع ثمان ساعات فقط من هذا اليوم. وهذا إنه فضل من الله ومن علينا أن جعلنا من حفظة القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يكون عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا سمعة ولا رياء. وبارك الله فيكم جزاك الله. إن شاء الله ربنا يتقبل منكم. وكما شاهدتم مشاهدي الكرام، كبار السن عزيمتهم قوية وكبيرة، ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى من يقوم بتسميع القرآن هم أيضا من كبار السن. أيضا الآن معي الأستاذ عصام الدعاليس رئيس لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة. بداية يعني أبو معاذ، هذا المشهد، شعورك أثناء دخولك للمسجد وشاهدت هذا المشهد من حفظ الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هذا مظهر بهيج نرفع به الرأس هنا في غزة. هذه رسالة غزة إلى جميع أحرار العالم. هذا هو واقع غزة. هؤلاء 1471 حافظ لكتاب الله من جميع الفئات العمرية ومن جميع التخصصات المختلفة، اليوم يجتمعون على صعيد واحد من أجل أن يسردوا القرآن الكريم في جلسة واحدة. لذلك نقول للعالم هذا هي غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع الجهود الذين يشرفون على هذا العمل. أستاذ عصام، يعني هل هناك من جهود من قبل الحكومة لدعم هؤلاء الحفاظ؟ صحيح أن العدد كبير، ولكن مكافآت، عمرة، ما شابه؟ بالتأكيد نحن في صفوة الحفاظ واحد وفي صفوة الحفاظ اثنين، أيضا قدمنا يعني دعما لهذه الهمة العالية
صفوة الحفاظ واحد، وأيضا إن شاء الله تعالى لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت بالأمس أيضا دعما لهذا هذه الخطوة المبدعة التي تقوم بها صفوة الحفاظ. هل هناك تفاصيل ولا يعني بدون أرقام إن شاء الله تعالى؟ الله يكرمك. أشكر أبو معاذ، يعطيك ألف عافية. أستاذ بلال عماد، وهو أيضا من أهل القرآن وخاصة ومن يعملون من أجل كتاب الله ومشهود لهم في دار القرآن الكريم والسنة وأكاديمية القرآن الكريم، يعني كثير من المجهودات، يعني مشهد مهيب رائع فاق التوقعات بالعدد، وكان يعني هو العدد زيادة عن العام الماضي. نتوقع يعني في نهاية اليوم أن يكون هناك ختمة للقرآن الكريم بمشهد جميل. يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحقيقة نحن الآن نعيش يعني أجواء قرآنية مباركة، 1471 يعني حافظا وحافظة يسمعون كتاب الله عز وجل على جلسة واحدة. انطلقنا طبعا اليوم الثلاثاء بعد صلاة الفجر، لازالت يعني التلاوات مستمرة والختمة بفضل الله عز وجل مستمرة. توقعاتنا أن تنتهي يعني قبيل صلاة العصر تقريبا مع وقت المساء، بعد صلاة العصر وفي يعني تمام الساعة الخامسة ستكون الختمة الجماعية إن شاء الله تعالى ودعاء الختم، وتكون السجدات الطيبات المباركات شكرا وحمدا وثناء لربنا سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا المشروع العظيم، وكذلك تكون الدعوات لأمتنا وشعبنا أن يفرج الله عز وجل عنهم يعني الكرب والبلاء إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. إذن مشاهدينا الكرام، في هذا المكان وأمام يعني هؤلاء الناس، ويعني لي الفخر أن أجلس بين هؤلاء الشباب الذين يسمعون القرآن الكريم على جلسة واحدة. هذا مشهد مدعاة للفخر في قطاع غزة، أن نجد 1471 حافظ وحافظة لكتاب الله بمختلف الأعمار، هناك منهم أطباء، مهندسين، رجال أمن من مختلف المهن الموجودة في قطاع غزة جاءوا ليسمعوا. للتذكير للمشاهد الكريم، التحق أو سجل لهذا المشروع ما يقرب من 3500 حافظ لكتاب الله. كان هناك شروط، ضمن هذه الشروط اختبارات، من ضمن هذه الاختبارات أن يتم إنجاز كل هذه الاختبارات وبالتالي يقبل من سيشارك بمشروع الصفة. وكما شاهدتم كل من هو موجود ومتمكن في الحفظ، وبالتالي حق له أن ينتسب لمشروع صفة الحفاظ 2. الكلمات تعجز أمام هذا المشهد الذي هو لأول مرة في قطاع غزة ولأول مرة في العالم أن نشهد هذا العدد يسردون القرآن منذ ساعات الفجر. واليوم سيكون هناك مشهد جميل أيضا سننقله عبر الجزيرة مباشر في قضية ختمة القرآن الكريم اليوم الساعة 5 مساء، فكونوا معنا على المتابعة. دمتم مشاهدينا الكرام بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.